السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلاً ومرحباً بحضراتكم في شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن على قناة الصحة والجمال في برنامج هذا ديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعات التي فيها الدعوات مستجابات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويرزق إخواننا وكل من أمننا بالدعاء، نسأل الله له الثبات ورضا الله وحسن الخاتمة والجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عنوان هذه الحلقة يا باغي الخير أقبل، هذا هو عنواني مع حضراتكم في هذا اللقاء المبارك، يا باغي الخير أقبل، وهذا عنوان نبوي محمدي. هذه الكلمة وردت في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت أول ليلة من ليالي شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان، أي الشياطين ومرضت الجان قيدت، صفدت الشياطين ومرضت الجان، وأغلقت أبواب النيران ولا يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة ولا يغلق منها باب، وينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فجعلت هذا العنوان يا باغي الخير أقبل، أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر المبارك الفضيل بقلب صادق لله تبارك وتعالى، أقبل على الله عز وجل تريد أن يتوب عليك الله، أقبل على الله عز وجل في هذا الشهر بجميع أنواع الطاعات والعبادات والقربات التي تقربك إلى الله. كثير من الناس يقول أنا لا أشعر بروحانيات شهر رمضان في هذا العام. أخي الحبيب، اعلم أن هذه الروحانيات هي نابعة من قلبك أنت. دعك من الروحانيات الظاهرية ممن يزينون الشوارع أو يزينون الطرقات، كن أنت بروحانياتك مع الله تبارك وتعالى، بتلاوتك للقرآن، بالصدقة، بالقيام، بالإحسان، بكف بصرك عن الحرام وبكف لسانك عن الحرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الصوت بيقطع. ألو أستاذة آية، السلام عليكم. تمام. فكثير من الناس يظن أن هذا الشهر لا توجد فيه الروحانيات. أخي الحبيب، روحانياتك أنت معك أينما ذهبت. كثير من الناس يغفل أن هذا القيام، قيام رمضان وصلاة التراويح، ينبغي أن تكون في المسجد فقط. لا يا أخي، بل اجعل صلاة التراويح في بيتك مع أولادك، مع زوجتك، مع أسرتك، ولد هذه الطاعة في بيتك، علم أبنائك في بيتك، علمهم كيف يقرؤون القرآن وكيف يصلون وكيف يصومون وكيف يتصدقون. يعني أنت الذي تصنع هذه الروحانيات لنفسك ولأهلك ولمن حولك. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفضل يا أستاذ آية. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ عيد، اتفضل. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. بعد إذن حضرتك، لو أنا بايع شقة ودخرت ركنت فلوسها لحد ما نستلم الأرض من الحكومة ونبني، وأنا ساكن دلوقتي بالإيجار، هل الفلوس دي عليها زكاة ولا ما عليهاش؟ وسؤال تاني بعد إذن حضرتك. طب أنا هستفسر من حضرتك بس، يعني أصل المال ده هو حق مسكنك؟ المال ده هو حق المسكن اللي أنا فيه. مش تجارة يا أستاذ عيد صح؟ لا،
طيب تمام. ولو انا مطلع منه، لو هنطلع عليه زكاة وحد واخد مني مبلغ على سبيل السلف، هل المبلغ ده هيخش من ضمن الزكاة ولا لا؟ طيب تمام، اجاوب شكرا. حضرتك، اجاوب حضرتك. بالنسبه يا استاذ عيد، زي ما فهمت السؤال من حضرتك، لو انت الفلوس دي، المبلغ اللي انت مدخره لمسكن، انت يعني تسكن بالايجار، وهذا المبلغ للمسكن، فالعلماء قالوا ان المسكن ليس عليه زكاه مال، ولكن انت ان اردت ان تخرج مبلغا من المال بنيه الصدقه او تطهير هذا المال، فهذا امر يرجع اليك. طيب، في واحد استلف منك مبلغ، وانت وجدت ان هذا الشخص مثلا في حالة هو معسر مش قادر يسد المبلغ ده وهو محتاج، ينفع ان انا اترك هذا المال كصدقة عليه؟ ينفع يا استاذ عيد. طيب اتفضلي. الو، الاستاذ عبد السلام اتفضل. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك الشيخ كلامك طيب. الحمد لله رب العالمين. نستاذن سيادتك بس يا شيخ لو سمحت، الدعاء، الدعاء اللي قبل الفطار. تمام. هو حضرتك في حديث ان الدعاء ده مستجاب، يعني حضرتك يعني انت اعلم مني. الله يحفظك ويبارك فيك. نعم، يعني حضرتك تطلب منا ان احنا ندعو في اخر الحلقه، يعني نظر ان احنا قبل المغرب. نستاذن سيادتك انك تدعي للمصر بالشفاء العاجل من خروج حاضر الوباء. حاضر. من اللي هدد. تمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا الوباء عن مصرنا الحبيبة وعن أمة النبي محمد أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. طيب أيها الأحبة، عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهنا وقفة، الله، هي مش كل الأعمال لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الصلاة والصدقة والحج مش كل الأعمال لربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى خص الصيام دون هذه العبادات؟ قال: فإنه لي وأنا أجزي به. العلماء قالوا إن الصيام بالذات ما ينفعش فيه الإنسان يكون عنده رياء. الأستاذ أحمد عبد الله تفضل. الأستاذ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فندم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. مع حضرتك أحمد عبد الله زادي. يا مرحبا أستاذ أحمد، يا مرحبا. أخبار حضرتك إيه؟ الله يكرمك وحضرتك بالصحة والسلامة. أنا سعيد جدا. وإحنا أخبر. إحنا أسعد يا أستاذ أحمد. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همك وأن يكشف كربك وأن يرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. حبيبي فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. الاستاذ عطية. ايوه يا شيخ محمد، ازي حضرتك؟ يا مرحبا فضيلة الشيخ عطية، اتفضل. منور يا فضيلة الشيخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك وينفع بيك ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. الله يبارك فيك، الله يحفظك والله يا شيخ. والله يعني الفاضل. كلامك طيب وبيخرج من القلب ويوصل القلب على طول. الله يجزاك الخير، الله يبارك لك. وربنا يحفظك كده وما يحرمناش ابدا من طلتك علينا، الطله الجميله دي. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. استاذنك بس تكثف الدعوات لكل من يعمل بالصحة، سواء اطباء او تمريض او امن او عمال. نعم، أسأل الله يعني أن يحفظهم. صراحة هم اللي بيتحملوا الأمر الأكبر في هذا الموضوع، وربنا يرفع الوباء يا رب عن الأمة كلها إن شاء الله. اللهم أمين، ربنا يحفظهم يا رب، ويحفظ جميع من يساعد المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذا البلاء عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. اللهم أرضي فضيلة الشيخ. أسعدتنا فضيلة. السلام عليكم. الأستاذة آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضل حضرتك لو سمحت، هي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني، أنا بأخر نفسي ومسجد أو الدور والعصر مع بعض، لأن أنا دايما بحب يعني. الصوت مش واضح يا أستاذة آية. طيب تمام. طيب أنا أرد على سؤالها، لو هي مثلا بتأخر صلاة الظهر مع صلاة العصر، لو كانت في حالة سفر يا أستاذة آية، ده يجوز. يعني لو مثلا بتأخر صلاة الظهر مع صلاة العصر، النبي عليه الصلاة والسلام
فعل ذلك، أو مثلا إن أنا أجمع العصر مع صلاة الظهر في حالة السفر. أم وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا يا مرحبا. الله يبارك فيك يا رب. ده احنا سعدنا بهذا الاتصال. الله يكرمك. بس عايزة اسأل حضرتك سؤال معلش. دلوقتي ينفع الزكاة لو انا معايا فلوس، ينفع الزكاة ان انا ازكي وادي لاخويا لانه محتاج، ولا لازم ان انا ادي لحد غريب؟ تمام تمام. وعايزة اعرف لو انا معايا مبلغ كبير، يعني مثلا مبلغ كبير اطلع عليه زكاة قد ايه؟ يعني 500 مثلا، 500,000 اطلع عليهم زكاة قد ايه؟ طيب تمام تمام تمام. لان انا مش عارفه يعني الارداب ومش لا انا عايز اعرف ان المبلغ اطلعه قد ايه. حاضر هجاوب حضرتك. حاضر حاضر. شكرا شكرا. الله يبارك فيك يا رب. تمام الله يبارك في حضرتك. ام داليا. ام داليا معانا اتصال. ايوه لو سمحت فضيله الشيخ، دلوقتي انا عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. هل التكبيرات دي لما باجي اصلي صلاه الفرض، التكبيرات اللي انا بكبرها دي بتبقى اساسيه، ولا مثلا اقول التكبيره بتاعت نويت اصلي مثلا صلاه الظهر وبعد كده ما ارفعش ايدي تاني؟ اللي هي قصدك اول تكبيره اللي هي تكبيره الاحرام؟ بعد اذن حضرتك. صلاه الفجر لما اجي اصليها مثلا، تمام. في سؤال ثاني؟ لا بتشكر اول حضرتك كل خير يا شيخ. طيب تمام. طيب بالنسبه لسؤال ام وائل، هي عايزه تطلع زكاه المال لاخوها، تمام ينفع؟ ينفع ينفع طالما هو في حاجه للزكاه، وهذه تكون زكاه وصله رحم. طيب ازاي بتحسب مبلغ الزكاه؟ المبلغ ان تجاوز ال 85 جرام ذهب عيار 24 بطلع عليه 2.5%. المبلغ بتاع المال لو عدى ال 85 جرام ذهب عيار 24 بطلع عليه 2.5%، يعني ال 1000 جنيه عليها 25 جنيه، واحسبيها كده بقى على بقيه المبلغ. ام وائل. طيب ام داليا بتسال، التكبيرات اللي انا بكبرها انا هدخل الصلاه انا بقول نويت اصلي صلاه الظهر، ولا انا بكبر على طول؟ النية محلها القلب، والله عز وجل يعلم من العبد إن كان يصلي الظهر أو يصلي العصر. فأنا لما بدخل بقول الله أكبر، دي تكبيرة الإحرام، بعد كده تكبيرة الركوع، هذه التكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى التكبيرات دي هي اللي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك؟ يا مرحبا أستاذنا. وحشنا والله. الله يحفظك ويبارك فيك. وحشنا رؤيتك والله وفقدينك. ربنا يسعدك يا استاذ محمد. الله يخليكم، منورنا كده على طول يا رب. انا قلت اسلم عليك واقول لك منورنا. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يخليك. الله يكرمك. بالتوفيق طبعا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا استاذنا. الله يعزك. الله يكرمك. ماشي يا استاذ، رعاية الله. الاستاذ حمدي. الاتصال انقطع. تمام. طيب السؤال الثاني لام داليا بتسال عن صلاه الفجر. يا أم داليا، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، السنة اللي هي ركعات الفجر، ده أمر في كتير من الناس مش عارفه. السنة اللي هي قبل الركعتين السنة دي اسمهم ركعتين الفجر، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، دي السنة. وبعد كده بتصلي صلاة الصبح اللي هي صلاة اللي احنا بنسميها صلاة الفجر، دي بقى اسمها صلاة الصبح اللي هي الفرض. تمام. طيب تمام. الأستاذة أيسل. أستاذ هيثم. أستاذ هيثم. أستاذ هيثم معلش عذرا، تفضل. أيوة أنا أنا سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. وحضرتك بالصحة والسلامة. أتمنى قريب على خير إن شاء الله. يا رب، ربنا يفرج الهم. الله يخليك، آمين يا رب العالمين. ربنا يفرج الهم. الشيخ محمد بعد حضرتك. اتفضل أستاذ هيثم. والدتي ست كبيرة في السن وطبعا ما بتصومش. تمام. كم يبلغ المقدار اللي هيطلعه في اليوم عن كل يوم صيام في شهر رمضان بدل الدعوة؟ تمام تمام. ربنا يطمنا عليك ونشوفك على خير. اجاوب حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. طيب سؤال الاستاذ هيثم بالنسبه لكفاره الصيام، والدته كبيره وطبعا مش هتقدر تصوم، وطبعا العلماء قالوا الشيخ الكبير او المراه الكبيره الذين يعجزون عن الصيام
يخرجون كفارة الصيام. كفارة الصيام إطعام مسكين، يعني في 30 يوم هتطلع عن كل يوم إطعام مسكين بمقدار وجبة مشبعة من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني في مقدار 25 جنيه 30 جنيه مقدار الوجبة، هتطلع عن كل يوم إطعام عن هذا الشهر، يبقى 30 يوم هتطلع 30 مسكين بالضبط. وممكن يتعملوا مرة واحدة، كان سيدنا عبد الله بن عباس لما كبر في السن كان يصنع طعاما ويطعم 30 مسكينا، لا يطلعهم إطعام، يطلعهم وجبات. نعم تمام. طيب بالنسبة للصيام يا جماعة ومن فضائل الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا ولا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب. طبعا اللي بيصوم كما أمره الله عز وجل وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحقق التقوى اللي هي المقصود من الصيام يدخل من هذا الباب، في اللي بيدخل من باب الصدقة، في اللي بيدخل من باب بر الوالدين، اللهم ارزقنا بر الوالدين يا رب العالمين وبارك في أعمارهما. منهم اللي الأستاذة حسناء معنا. أيوة. اتصال تفضلي. أيوة. فندم اتفضلي يا أستاذة. كويس انت طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. بس حضرتك على سؤال بس كده. اتفضلي. انا بصلي صلاة التراويح ورا قناة السعودية، هل ده حلال ولا حرام؟ تمام. السعودية. تمام. فأنا مش عارفة يعني تصلي وراهم على طول من أول رمضان. في سؤال. بس هو ده حلال ولا حرام؟ طيب في سؤال، هو إن شاء الله مش حرام بس يعني هو الفعل نفسه، أنا هوضح لحضرتك. في سؤال تاني؟ أيوة. تمام. أيوة. لا شكرا شيخ محمد. شكرا نسألك خالص. ماشي يا أستاذ. بالنسبة لصلاة التراويح، ينفع إن أنا أصلي التراويح ورا التلفاز؟ يعني مثلا التلفزيون بيعرض صلاة من الحرم ينفع؟ لا. لأن الصلاة يا جماعة لها شروط. الصلاة لها شروط، إن لازما يكون الصفوف آخر واحد، يعني آخر واحد في الصف أنا أكون شايفه، يكون في بيني يعني ما تكونش في بيني وبينه مسافة كبيرة. طب إيه اللي أنا أعمله؟ ممكن أصلي، أجيب مصحف وأصلي أنا مع نفسي في البيت. طب قراءتي ضعيفة يا عم الشيخ، مش عارف أقرأ. أقرأ باللي أنا حافظه، أقرأ باللي أنا حافظه حتى لو هعيده في كل الركعات. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عبارة عن مثنى مثنى، يعني أصلي ركعتين، ممكن أصلي في الركعة الأولى بكل والله واحد والركعة الثانية بكل أعوذ رب الفلق، والركعتين اللي بعدهم ممكن أصلي بنفس الصور. طيب أنا بعرف أقرأ من المصحف أو من التليفون، ينفع أصلي من الموبايل؟ ينفع أصلي من الموبايل وأقرأ منه القرآن، ولكن إن أنا أصلي مع التلفزيون لا. ده هذه ولكن طبعا ما أقولش حرام، يعني كلمة حرام دي كبيرة يعني جدا، يعني حضرتك دلوقتي أنت تسبب نيتك إن أنت حريصة على صلاة التراويح، ولكن تأخذين الأجر كاملا إن فعلت ما قلت لك، يعني إن أنت تصلي مع نفسك من المصحف أو من الهاتف. فباب الريان يا جماعة يدخل منه الصائمون ولا يدخل أحد غيرهم، ودي رسالة طبعا للناس اللي هي بتفرط في صيام شهر رمضان. شهر رمضان يأتي في العام مرة واحدة، ده اللي ملوش أعذار يا جماعة، أنا بتكلم عن اللي بيفطر عمدا، بتكلم عن اللي بيفطر عمدا في شهر رمضان خلاص. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن نتمسك بها في شهر رمضان القرآن، كتاب الله عز وجل، حبل الله المتين، حبل الله المتين. اسمع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، فما بالك بالقلب، ماذا يصنع فيه القرآن؟ أبو خالد معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا، أخبار حضرتك؟ كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحة والسلامة. الله يديك الصحة. استفساري بخصوص الحاجة، والله كان عندي الحاجة كانت عاملة عملية، كان عندها كسر في رجليها،
فبعدين خدت حوالي شهر ونص طبعا قرية يعني قاعدة على السرير ما بتقدرش تتحرك. فبعدين أنا طبعا ما كانش بتقدر تصلي لأن كان ما كانش فيها حركة، ما كانش فيها حركة لأن التعب اللي كان فيها كان بيسمح إن هي تقعد دايما، ما كانش بتقوم. ووضع الصلاة بتاعها كان حوالي شهر ونص طبعا ما صلتش. ووضع الصلاة اللي فاتت دي مع العلم دلوقتي إن هي بتتحرك وبتصلي، بس بتصلي طبعا وهي جالسة قاعدة. طيب هي تمام. في الفترة اللي فاتت دي كان عقلها موجود يعني، ولا كانت مغيبة؟ لا يا باشا، هي كده عقلها موجود بس الوضع يا شيخ ان هي ما تقدرش تتحرك، ما بس كانش ما قادر تقدرش تتحرك. تروح الحمام. عزاكم الله يعني مثلا لو كانت الحمام، كان الحمام كان اي حد بيشيله. تمام. هل هي تقدر تعوض الصلاة دي دلوقتي الآن؟ هي تقدر تعوضها بس هي جليسة يعني قاعدة دلوقتي حاليا دلوقتي ما تقدرش تتحرك، طيب يعني حتى لو بتخش الحمام بتخش يعني ايه بصعوبة بس. طيب اسمعني. طيب حضرتك جزاكم الله خير. جزانا وإياكم. بالنسبة لوالدة أبو خالد، أسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يرزقك برها ما أحياك الله. الفترة اللي هي ما كانتش بتصلي فيها وهي دلوقتي بقت بتصلي، إن قدرت بعد كل فرض تعوض فرض من الفروض دي يبقى ممتاز، فاتقوا الله ما استطعتم. ما قدرتش وهي مريضة تصلي هذا الوقت. أستاذ مصطفى، اتصال أستاذ مصطفى. أيوه، علي صوتك يا استاذ مصطفى واسمعني من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمعتني سامع حضرتك دلوقتي بتقول ان في باب من الجنه ما بتخش منه غير الصايمين. نعم، باب الريان. طب انا كنت بصوم، بس انا عندي 61 سنه وجالي الضغط والسكر، فاني مباح باخد انسولين وبرشام الضغط. يعني ما بتصومش؟ الطبيب قال لك ما تصومش يا ابو يا. ايوه قال لي باخد حجر، باخد مرتين الصبح. انت هتدخل ان شاء الله من باب الريان، لان انت ليك عذر، يعني انت ليك عذر. والصلاه الحمد لله يعني الصلاه مداوم عليه ما بتاعش. ربنا يحفظك. ولكن طبعا ايه، هتطعم عن كل يوم مسكين زي ما جاوبنا اخونا. يعني كام مسكين اطلع له فلوس ولا اعمل طعام واوزعه؟ اعمل طعام، لان هو ممكن الفلوس اللي تديها له ما يستخدمهاش في الطعام، فربنا قال فاطعامه مسكين. تمام. طب ممكن لو اعمله يعني بعد رمضان؟ ما فيش مشاكل، حتى لو بعد رمضان 30 وجبه، يعني عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين. الله يبارك لك، الله ينفع بك يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. سلام. الاستاذه حياه، اتصال انقطع. تمام. كذلك من الفوائد التي تعود على الصائمين استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام الترمذي، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فأنت لك دعوة مستجابة وأنت صائم، فدائما ادعو الله عز وجل لنفسك ولإخوانك من المسلمين. الله عز وجل يوكل لك ملكا يقول لك بمثل ما دعوت لأخيك. الأستاذة صاحب معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ، بس عايزة بس استفسر بس منك سؤال. حضرتك دلوقتي أنا والدة بقالي أسبوعين كيسري يعني وكده. تمام. بس عايزة أصوم، فأنا بصومت، أنا بصوم عادي يعني، أنا قادرة في الصيام، أنا قادرة أصوم عادي. تمام. فهل يجوز ولا ما يجوز؟ بس انا في الصيام انا زعلانه قوي ان انا فطرت السنه دي، بس انا مش يعني ايه عايزه اصوم، هل يجوز ولا لا؟ انت معاكي طفل رضيع، معاكي طفل رضيع صح؟ بس عادي بدل يعني لبن صناعي وكده يعني. تمام. فحضرتك والنبي لو ينفع وكده فمفيش مشكله، عادي يعني اصوم عادي وكده. طيب وحضرتك مفيش دم بينزل عليا يعني؟ مفيش دم بينزل عليا. تمام. وحتى لو هو نزل يعني هو دم دي فاسد يعني، هو يعني دم اللي هو يعني ينفع ولا لا برضك؟ وحكايه معلش يا شيخ برضك سؤال تاني، اللي حكايه اللي هو الصلاه ينفع اصلي ورا قران عادي ولا لا؟ طيب تمام. ماشي يا شيخ، معلش. ماشي تمام. الأستاذة صحر بتسأل إن هي والدة قيصري وعايزة تصوم، لو الطبيب أو الطبيبة قال لك تصومي، ولو الولد مثلا زي ما أنت ما قلتي الطفل. الشيخ ياسر اتفضل يا فضيلة الشيخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ محمد. حياك الله شيخنا الشيخ ياسر الكرش. يا مرحبا. بارك الله فيك يا حبيبي. يا مرحبا.
نفع الله بك يعني، ما شاء الله منورك محمد. ربنا يحفظك يا شيخنا ويجعله يعني في ميزان حسناتك، انت من وضعت اقدامنا على هذا الطريق. الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويعني دعوه جميله وان شاء الله الناس يستفادوا منك وربنا ينفع بيك. ربنا يحفظك يا شيخ ياسر، خطواتك وتعبك وتحضيرك لهذه الدروس في ميزان حسناتك ان شاء الله، وينفع بك الامه باثرها. الله يبارك فيك يا شيخنا، ربنا واياك الاخلاص في القول والعمل. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا شيخ ياسر، ان شاء الله موفق ومسدد يا شيخ محمد، ودائما يعني في تقدم وفي نجاح وفي رفعه ان شاء الله. يا رب يحفظك ويجمعنا بك في الحج يا شيخ ياسر. امين امين. اللهم امين امين. اللهم امين. ودعواتك لنا في هذا الوقت المبارك يعني قبل الافطار، ان يرفع الله سبحانه وتعالى الغمه، وان تعود الحياه الى ما كانت عليه. اللهم امين. اللهم امين. مسدد يا شيخ محمد وموفق، بارك الله فيك. ربنا يحفظك يا شيخ ياسر. الشيخ ياسر القرشي من اهل القران وله ختمه كامله على قناه المجد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منه وان يجعله من اهل القران وان ينفع به. تمام. اللي كانت الاستاذه سحر اللي كانت بتسال على الولاده، فزي ما قلنا لو الطفل او الطفله بيرضع صناعي زي ما انت ما قلتي وما فيش ضرر من صيامك لا باس، ده في حاله انقطاع الدم، يعني لو ما فيش دم فيصح صيامك ويصح صلاتك ويصح قراءتك للقران في حاله انقطاع الدم عنك، ولك ان تذكر الله عز وجل على جميع احوالك، يعني المراه النفساء أو الحائض لها أن تذكر الله عز وجل غير قراءة القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، يعني أختم بالدعاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح لنا بيوتك عاجلا غير آجل، اللهم افتح لنا بيوتك عاجلا غير آجل. اللهم أذن لنا يا ربنا بالحج والعمرة والصلاة في المساجد. اللهم إنا نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت أن ترفع هذه الغمة. اللهم اكشف عنا هذا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيته. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وثبت إخواننا على دينك، واربط على قلوبهم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا حسن الخاتمة، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم أمواتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.